الأخبار مع شاب الشيخ شبيب من الولايات المتحدة الأمريكية. سيداتي وسادتي، ننتظر الأشعة الآتية من زحل ومارس، وقد اتلاح شعيبة اتلاح شعيبة وجحنكو وتهاوش لما شاف الدجاج لما شاف الدجاج مخضر بالقجاج، ولواها سي البقرة سي القشماج. الناس فكرت ترجع لمراكش بلاد الطناجي والموازن التقجاج، غير ربيع كريم كريع ربيع كريع وبنادم فعفا ضارب ليه قلوش السمن ويطرد زيد خروع، لواه لواه يداوي القراع ودفت رباع والسيبو صباع، يعيا ما يحسب هارا ما يجمع، بد ان بد لازم ما يتقل، ورجع الجميع لمراكش حيث الخير كثير كي توزع الزحام وبنادم يسرع، الزحام وبنادم يسرع. وننتظر الأشعة أشعة زحل ومارس، أينك؟ وهذا هو الاتصال الصحيح. حيث خرج الخير كي يتوزع الزحام وبنادم كي يتسرع، المدينة القديمة وصبار أروع، الناس يملى عليل وبنادم جميل ينفع، خليك من بنادم المضر المسلفة، حرامي يلمز يخربق يدفع، وصاحب هالخير واسمع، ما يخصك حتى حاجة أرب الرع، طيارة بدون طيارة رفع، وخصنا في جامع الفنان نجتمع، الخير والخمير الكل شبع، مراكش بلاد الخير غير تمتع، اللي زارها يولي ديما يرجع، اللي غدر ناسها للثمن غادي يدفع، والصادق يربح ينفع ويتنفع، يحصد الحب اللي المحبة راه يزرع. وفي الأخير طرد العفاريت الثلاثة وقد طلبوا اللجوء السياسي في جزيرة الوقواق، وقد قضى عليهم اللقلاق. وفي الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخوكم الشاب الشيخ شبيب من الولايات المتحدة الأمريكية.